الأنشطة الرياضية كمان مستمرة في مهرجان العالمين السنة دي. المهرجان بيطلق بقى فعالية مهمة لكل عشاق كرة القدم، وهي مسابقة أحرف لعيب، واللي بتهتم باستعراض مهارات الجمهور في كرة القدم. وفي الحقيقة هم بيستعينوا بتكنولوجي خاصة في المسابقة دي. هنعرف بقى كل التفاصيل عن المسابقة دي من زميلنا محمود جميل في العالمين، ولقائه مع ضيفه فارس جميل المشرف على المسابقة. مرة تانية بنرجع لك يا محمود، وشايفة وراك يعني النجيلة الحلوة دي والملعب الحلو ده. احكي لنا عن أحرف لعيب، هتبقى عاملة ازاي؟ برحب بيكي مره ثانيه بسنت من مدينه العالمين الجديده، وزي ما قلت لك طبعا ان الفعاليات الرياضيه مستمره معانا على مدار فعاليات المهرجان. ويمكن الملعب الرياضي او ملعب كره القدم اللي احنا موجودين فيه في مدينه الالعاب الرياضيه اللي تم تجهيزه، تجهيز النجيله طبعا وكل الامكانيات اللي موجوده في الملعب علشان تستقبل كل عشاق كره القدم في مختلف الفعاليات والمسابقات. وزي ما انت قلت طبعا احنا عندنا احرف لعيب عندنا أسرع لعيب، ويمكن الفعالية اللي شغالة دلوقتي هي أسرع لعيب، وتحدي طبعا السباق اللي موجود بين كل المشاركين في الفعالية دي. وعندنا كمان فعالية هتنطلق بكرة، وهي أول فعالية وأول بطولة في مصر، وهي واحد ضد واحد، والحقيقة اللي أسسها كابتن فارس الجميل. والحقيقة في تفاصيل كتير في الفعالية دي، خاصة إن هي أول مرة يتم إطلاقها وأول مرة تكون موجودة معانا في مهرجان مدينة العالمين الجديدة. فخلينا نعرف تفاصيل اكتر مع طبعا كل المسابقات دي والفعاليه اللي هتكون موجوده بكره مع كابتن فارس الجميل، وهو بقى يقول لنا كل الاجواء الخاصه بالبطوله. برحب بيك يا كابتن فارس طبعا، واولا رايك في الاجواء؟ وطبعا انا شايف ملعب كره القدم متجهز على احدث تجهيز. بالظبط، اول حاجه انا برحب بيكم طبعا، منورنا. ومن ناحيه الملعب، لا هو متجهز تجهيز عالمي بصراحه، يعني ان انت تبقى بتلعب على نجيله صناعي وتحس ان هي نجيله طبيعي بجد فعلا، لا دي حاجه في منتهى الاحترافيه، وكفايه ان هي حاجه بايد مصريه 100%. يعني قول لنا بقى كابتن فارس، بطوله واحد ضد واحد، قول لنا الفكره جات لك ازاي، او ببساطه الاول ايه هي بطوله واحد ضد واحد؟ واحد ضد واحد ديت الحمد لله انا طلعت بالفكره ديت، هي معايا بقالها 4 سنين، وهي طلعت من خلال شغلي، لان انا شغلي اصلا مختص بحته تطوير الاداء الفردي للعيبه اكتر. فبدات اعمل مسابقات للعيبه، فمن هنا بقى بدات الفكره انها تكبر اكتر واكتر، لحد ما عملت اول بطوله الحمد لله في شهر 5 ونجحت. جالي نجوم فيها كتير وجالي لعيبه كتير، والمشاهدات بتاعتها جابت ارقام كبيره جدا. جه كابتن محمود عبد الحكيم وهو اللي كسب في اول بطوله، ومن اول بطوله الحمد لله الدنيا مشيت كويس، وعملت واحده تانية. طبعا اتشجعت اكتر، بدا يجي لي ناس تحب ان هي عايزه تشارك فيها اكتر، زي رعاه، زي ملاعب تتكلم معايا ان هم حابين ان هم يعملوها عندهم. فالحمد لله ده شجعني ان انا اعمل الثانيه، والثانيه شجعت لعيبه كتير كبار ان هم يجوا، زي الكابتن عفروتو نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر طبعا، راجل لعب كاس عالم 2009 هنا في مصر وكان نجم كبير. الراجل جه البطوله ونورنا، وهو اللي كسب البطوله الثانيه. وبعد كده بقى بدات يحصل تعاون بيني وبين شركه سكور جراس ان احنا ننظم واحده ثالثه هنا ان شاء الله. ده بقى اللي انا عايز اكلمك عنه، ازاي جه التنفيذ بقى ان انت تشارك في مهرجان العالمين الجديده، ودي اول مشاركه واول فعاليه موجوده، جت ازاي المشاركه، وايه الاستعدادات بقى اللي مجهزها لكل عشاق كره القدم في بطوله واحد ضد واحد؟ هي كرة القدم دي خلينا متفقين ان هي حاجة جميلة بتفرح الناس، يعني الناس كلها بتحب الكورة والناس كلها بتحب تتفرج على كورة. عايز اقول لك ان الناس بتقعد تتفرج على ماتش 90 دقيقة عشان تتفرج في الاخر على مهارة حلوة او لقطة حلوة. من خلال بطولة واحد على واحد ديت انا جبت لك المهارات بيور قدامك، ان انت تتفرج عليها وتستمتع بيها، وان انت تتفرج على حاجات جديدة، وكمان تطلع مواهب كبيرة. فالتعاون جه مع شركة سكور جراس، كابتن كريم، تواصلنا مع بعض واتفقنا ان احنا ان شاء الله هنعمل واحدة كبيرة هنا على مستوى عالي، وهيكون فيها نجوم كبار، هتتعمل بكرة بإذن الله، وان شاء الله بإذن الله تنجح وتكسر الدنيا زي اللي قبلها واللي قبلها. طيب قول لي، عايز برضو اعرف منك الاستعداد بقى للبطولة بكرة والفعالية اللي هيكون اول انطلاق ليها، بتستعدوا ازاي بقى للفعالية بكرة؟ وقول لكل الجماهير ايه اللي مستنيهم بكرة في الملعب هنا. بكرة مستنيهم استمتاع، مستنيهم احلى حاجة في الكورة اللي هي المهارة.
الناس كلها بتحب تتفرج على المهارات، الناس بتستمتع لما تتفرج على المهارات. فاستعدنا للموضوع ده من فتره الحمد لله وجهزناه له كويس. بدانا النهارده ان احنا نعمل اسرع لعيب المره الثانيه، ونجحت اول مره وكسرت الدنيا، والنهارده عشان كده اتعملت تاني، وبعد شويه هنعمل احرف لعيب. فكل دي استعدادات لبكره، لان بكره ان شاء الله محضر لها تحضيرات جامده جدا ومتفقين مع لعيبه هتيجي. عايز اقول لك ان الموضوع شجع الناس ان لعيبه تيجي من القاهره، في لعيبه جايه من القاهره ومن كذا مكان ان هم حابين يشاركوا. بس فدي حاجة بصراحة يعني ممتعة جدا ان انت تتفرج على مهارات وتتفرج على لعيبة جاية لك من اخر الدنيا عشان خاطر تيجي تشارك، فده نجاح في حد ذاته. ايه كواليس بقى احرف لعيب؟ احرف لعيب هي اول مرة هتتنفذ هنا في العالمين، هي عبارة عن تحديات، حوالي 12 تحدي او 13 تحدي، تحديات كلها خاصة بمهارات الكورة. نقدر بقى نشوف مين اللعيب الحريف ومين اللعيب المهاري، كل واحد عنده مهارات يقدر يظهرها. تحديات هتبقى عباره عن مثلا كروس بار، في كروس بار بالهيد ان هو يعمل بول كنترول ويروح ويحاول يحط الكره براسه، في فري ستايل هيقدر يعمل مهارات في نص الملعب ويوري الناس المهارات بتاعته، في كذا شكل، في حاجات هتتحط في التوب كورنر على شبكه التصويب، في فولي بول هتتلعب بالكوره، في اشكال كتيره جدا نقدر ان احنا نظهر بيها احرف لعيب. بص احنا نفسنا اتحمسنا، فاحنا هنيجي بكره ونشوف ايه اللي هيحصل في بطوله واحد ضد واحد، وانا متاكد ان احنا هنلاقي حاجات حلوه بكره وفي حاله تنافسيه حلوه. بالتوفيق يا كابتن فارس، وشكرا ليك، شرفتنا، ميرسي جدا. يعني بس انت زي ما تابعنا طبعا مع كابتن فارس، ودي فعاليه واحد ضد واحد، لكن الفعاليات الرياضيه ما خلصتش ولسه مكمله معانا بفعاليه اخرى وضيف اخر. وخليني اكلمك يعني قبل ما استقبل ضيفي العزيز عن تحدي السرعه، ويمكن تحدي السرعه فعاليه مهمه جدا، ويمكن هي اللي شغاله وموجوده دلوقتي، وفي مشاركين طبعا من كل بقى اللي عندهم شغف للسرعه وتحقيق سكور عالي في الملعب. فالحقيقه في اقبال كبير جدا خاصه من الاطفال والاسر والعائلات اللي بيحب ان طبعا اطفالهم يشاركوا في تحدي السرعه. فاحنا هنعرف طبعا تفاصيل اكتر بالنسبه لفعاليه تحدي السرعه مع كابتن ودكتور كمال اشرف. ازيك، عامل ايه؟ منورنا طبعا. واولا دايما بحب اسالكم اول حاجه عن الاجواء في مدينه العالمين، لان دي مش اول لقاء معاك، وتقريبا انا بشوفك دايما مبسوط بالفعاليات اللي هي. والله بص، اي رياضي هيستمتع جدا بالجو ده، ملعب على البحر في احلى جو في مصر واحلى مكان في العالم، اعتقد مفيش حد عنده الجو ده دلوقتي خالص في العالم كله. وعشان كده اعتقد ان اي رياضي لازم يجي هنا يجرب، يلعب كوره، يجري، يتبسط، هيستمتع بشكل غير طبيعي. استمتع بقى بالاجواء، مفيش درجه حراره عاليه، مفيش اي حاجه، وعلى البحر كمان يعني. طيب خلينا نتكلم بقى عن فعاليه تحدي السرعه، والفكره تقريبا يعني هي اول مشاركه هنا في مهرجان العالمين في النسخه الثانيه. جات لكم ازاي، وازاي بداتوا ان انتوا تتواصلوا بقى ان هي تكون موجوده في فعاليات النسخه الثانيه من مهرجان العالمين؟ هو الموضوع ببساطة جدا، كلنا عارفين دلوقتي ان في الكورة اهم حاجة تقريبا واكتر حاجة بتلفت نظر الناس هي السرعة. محمد صلاح، مبابي، كلنا دايما بنتكلم طبعا عن المهارة، بس لازم السرعة تكون في كلام اي حد، كل الاجنحة السريعة، كل المهاجمين الكبار لازم السرعة يبقى حاجة عالية جدا عندهم. بس دايما في مصر هنا كان بيبقى عندنا مشكله كبيره جدا، وهي فكره ازاي نقيس السرعه، لان الحاجه اللي ما بنعرفش نقيسها بيبقى صعب جدا ان احنا نطورها. فاحنا الحمد لله حققنا الحاجه اللي كانت صعبه جدا، ان احنا بقى عندنا ادوات القياس اللي موجوده في اوروبا عشان نقدر نحدد بالظبط وبدقه سرعه اللعيبه في مصر عامله ازاي. اتكلمنا اكتر بقى عن الفعاليات دي اللي موجوده، او الامكانيات والاجهزه اللي انتوا بتستخدموها، لان انا شايف كمان الاجهزه اهو، بس اتكلمنا عنها اكتر وازاي بتستخدموها في تحدي السرعه. بس هو الموضوع بمنتهى البساطه، السرعه هي الزمن على المسافه على الزمن. فاحنا كل اللي محتاجين نعمله دلوقتي ان احنا نقيس المسافه ونعرف الوقت اللي انت خدته وانت بتقطع المسافه دي. وكمان معانا حاجه تانية اللي هي كلنا بنشوف اعتقد اللعيبه في اوروبا لابسين فيست كده، في حاجه اسمها جي بي اس، هي دي اللي احنا بنستعملها كمان عشان نحدد اقصى سرعه. فهم دول الادوات اللي احنا بنستعملها عشان نقدر نحدد فعلا سرعتك بادق التفاصيل. واضح ان في تطور كبير بقى كابتن، ويعني اكيد انا شايف بقى الناس اللي بتشارك مختلف الاعمار، بشوف اطفال، بشوف شباب، ويمكن شفت كمان حاله الترويج اللي بيتم ليها والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي. فازاي بيتم التواصل طبعا مع كل المشاركين، وشايف الاقبال عامل ازاي كمان، لان ده الاسبوع الثاني للفعاليه بالظبط.
بص والله احنا يعني فعلا منبهرين بفكره ان في ناس بتيجي من بره العالمين، مش قاعدين في العالمين مخصوص عشان يجوا يجربوا بس ويعرفوا سرعتهم كام. فواضح ان فعلا لقب اسرع لعيب في مصر ده هيبقى عليه تنافس شديد جدا السنه دي، لان كمان المكان مشجع قوي ان الناس تيجي تقضي حتى ولو يوم واحد في الجو الجميل ده ويختبروا ويعرفوا سرعتهم بجد. طب كلمني انتوا ازاي بتشجعوا الناس؟ يعني في جوائز مثلا، في جوائز ماليه، في جوائز من نوع معين، وانتوا مستمرين لحد امتى هنا في مدينه الالعاب الرياضيه؟ بص هو كرة يعني فلوس، لازم يبقى في جوائز ماليه طبعا بتشجع كده. احنا هنشارك بقى خلاص. اي حد يا جماعه، الجري ده حاجه عامه لاي حد، مفيش حد فينا لعب رياضه وما بيجريش، عشان كده كلنا ينفع نشارك. وطبعا مع الجوائز الماليه في لقب اسرع لعيب، فدي كده كده اسرع لعيب في مصر، ده حاجه مميزه. بيجروا كتير بقى طبعا طبعا. وفي الاخر كل الانديه عينها دايما على ان هي توصل للموهبه، والسرعه من اهم المواهب دلوقتي اللي كل الناس بتدور عليها. رسالتك بقى لكل الناس اللي حابه ان هي تشارك، انتوا موجودين امتى ويتابعكم ازاي ويحب يشارك ازاي في الفعاليات اللي هتكون موجوده؟ وقول لنا كمان على الفعاليات اللي انتوا هتنفذوها على ملعب مدينه الالعاب الرياضيه في فعاليات مهرجان العالمين اللي جاي. حلو قوي، احنا مكملين لحد 31/8. اول حاجه تحدي اسرع لعيب، ده حاجه مكمله علشان احنا عايزين فعلا في اخر المهرجان نكون وصلنا لاسرع لعيب في مصر بجد. فلحد 31/8 تعالى قيس سرعتك في اي وقت اللي انت عايزه، المهم خميس جمعه سبت احنا متاحين بالنسبه لك. غير كده عندنا دورات كوره طول الوقت خماسي، دي هتبقى طحن، والواحد على واحد دايما موجود عندنا. واعتقد بقى المفاجاه يوم 25 يوم الخميس اللي جاي، ماتش قدام الاهلي والزمالك، ده هيبقى حدث كبير جدا، وهنشوف ما بينهم بقى مين اسرع لعيب، مين اللي لسه محافظ على سرعته. انا عايز اقول لك انت حمستنا ان احنا نيجي نشارك كمان ونشوف مين اسرع لعيب. انا بشكرك يا كابتن طبعا، شكرا جزيلا، شرفتنا بالتوفيق ان شاء الله. يعني زي ما تابعنا بصنت مشاهدينا الكرام، الحقيقه في فعاليات ومنافسات شديده جدا في الفعاليات الرياضيه اللي موجوده في مدينه العالمين الجديده. عندنا واحد ضد واحد، عندنا احرف لعيب، عندنا اسرع لعيب. تقريبا الفعاليات مش هتنتهي وهتفضل مستمرة على مدار 50 يوم من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. أي حد يقدر أن هو يتابع من خلال صفحات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدر أن هو يجي ويشارك في تحدي السرعة في كل الفعاليات اللي موجودة. وزي ما قال الكابتن، نحن يوم الخميس الجاي عندنا مباراة قوية جدا وتنافس بين أساطير كرة القدم في النادي الأهلي والزمالك، فاحنا هنشوف مباراة قوية جدا الأسبوع اللي جاي. بندعو كل الناس أن هي تيجي، وبكرة إن شاء الله هيكون انطلاق اولى فعاليات واحد ضد واحد، فاحنا متوقعين يعني منافسه شديده جدا. أكيد في يا فعاليات محمود مهمه وكتيره جدا في مهرجان العالمين في أكيد نسخته الثانيه، وان شاء الله هنتابع معاكم كل الفعاليات اللي موجوده في مهرجان العالم عالمين. اكيد، وبالتوفيق لكل المشاركين في المسابقه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. محمود جميل من العالمين وضيفك الكريم، الشكر موصول لكابتن فارس جميل.